اول امبارح وزاره الخارجيه على لسان السفير احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه عمل بيان حوالين تسويه اوضاع الشباب اللي موجودين بره خاصه بالتجنيد. حضراتكم عارفين كل فتره بتروح لجان عشان تسويه اوضاع المصريين اللي موجودين في الخارج. المره دي طلع البيان على لسان الخارجيه وانه تسويه الاوضاع تتعلق بمبلغ مالي بنتكلم على 5000 دولار. طبعا الناس خدوا الموضوع مش على تسوية، قال لك شفتوا مش عايزين الناس تتجند، وخدوا الموضوع في سكة مختلفة عن الحقيقة. انت بتتكلم هنا على تسوية مش على اعفاء. خلينا نعرف تفاصيل من سيادة النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكم ومشاهديك الكرام. بالراحة كده، ايه الاجراء اللي تم وايه الاجراء اللي بيتم، وده معناه ايه التسوية، وهل ده اعفاء نهائي ولا تسويه ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هو طبعا حضرتك الخدمه العسكريه ده واجب وطني. أيوة. وشرف لكل شاب بيبلغ سنه من 18 ل 30 سنه. ايوه. في ناس بيحصلوا على تاجيل للدراسه او تاجيل لاي سبب اخر وبيسافروا للخارج وبيحصل على وظيفه او بيتخلف عن التجنيد وبيحصل على وظيفه ويحاول انه يحافظ على هذه الوظيفه وبالتالي بيمتنع عن العوده الى البلد، وتبقى مشكله بالنسبه لاعداد كبيره من الشباب. القانون يسر او المقترح هذا، مقترح بتعديل القانون 127 لسنه 80 الخاص بالتجنيد، ولم يتم مناقشته حتى الان في مجلس النواب او طرحه على مجلس النواب لتعديل القانون. وحاليا هو يعتبر في اعداد مشروع او مقترح لتعديل القانون 127 لسنه 80. لا سيادة النائب، اللي اعلن ده لسه مجرد مقترح ولا مقترح؟ ما لم يصدر به قانون حتى الان. القانون اللي بيصدر في الجريده الرسميه بيصد عليه السيد رئيس الجمهوريه بعد موافقه مجلس النواب. يعني كل ما اثير من يوم الخميس ده لسه مجرد مقترحات، مقترح لمشروع تعديل القانون 127 لسنه 80، بان هو ييسر على الشباب اللي هم بلغ سنهم او عدى سن ال 30 سنة ولم يؤدي الخدمة العسكرية أو لم يعفى منها. يعني ده للناس اللي هم سافروا وما خدوش إعفاء أو عندهم تأجيل أقصد. تمام. وبالتالي إحنا بنعمل إجراءات لتسوية أوضاعهم التجنيدية. تسوية أوضاعهم، وده هيبقى في منفعة شخصية ليهم، إن هم إذا كان بيشتغل في وظيفة مش هيفقد عشان يرجع يؤدي الخدمة العسكرية، في نفس الوقت بيؤدي دعم للدولة احنا بنحتاجه حاليا، من يعني حل متوازن اعتقد انه هيلقى القبول من جانب الشباب اللي هم معنيين بالموضوع وهيرضي الرأي العام، يعني لا ما فيهوش تجاوز خالص. يعني اللي هو بنتكلم على 5000 دولار. ال 5000 دولار دي اعتقد انها هتلقى القبول لدى المعنيين بالموضوع، وفي نفس الوقت في فائدة للدولة. طيب احنا هنا بنقوم بتسويه وليس اعفاء. هو اعتقد ان انا ما عنديش البيان بالتفصيلات. نعم. لا بتكلم يعني على التسويه. التسويه. لا انا بس عشان ما هو ما هو اثيره. هو ما يدفع 5000 دولار خلاص هيبقى يعفى من التجنيد. يعني احنا بنتكلم عن الناس اللي هي عدت تقريبا 30 سنه. اللي عدت 30 سنه بالظبط كده. تمام. طيب ايه الميزه اللي هنا بياخدها من يتم يعني تسويه وضعه؟ بيستفيد ايه؟ هيقدر يرجع البلد تاني. أيوة. يتحرك براحته، اذا كان خلص هناك ويقدر هياخد معاه شهاده يقدر يلاقي فيها بيها وظيفه، يعني حتى تيسر له كل اموره، مش هيبقى مخالف لقانون التجنيد ومعلوش اي يعني عقوبه تقع عليه. يعني طب معلش انا اسف، ماذا لو ما سواش وهو رجع دلوقتي، يعني رجع النهارده وهو لم يقوم بتسويه؟ هيخضع للقانون حضرتك. أيوة. المتخلف عن التجنيد وعدى سنه ال 30 سنه في عقوبه الحبس او غرامه من 3000 الى 10000 جنيه. نعم. هيبقى خاضع للقانون. نعم. انما لو هو دفع الفلوس دي هيعفى من. أيوة. من العقوبة ويدخل عادي جدا. ما خلاص ويدخل هياخد اعفاء. تمام. ياخد اعفاء. تمام. ده بيبقى اعفاء نهائي. اعفاء نهائي. تمام. اعفاء تمام. نهائي.
تماما. ده أول مرة بنعمل كده ولا ده عادة بنعمل في